هذا وتزين برج خليفة في إمارة دبي بعلم البحرين ابتهاجا بأعياد مملكة البحرين، واستقبلت شرطة أبوظبي البحرينيين القادمين إلى مطار أبوظبي بالورود وأعلام البلدين الشقيقين، كما شارك مطار الشارقة المسافرين البحرينيين احتفالاتهم ابتهاجا بالأعياد الوطنية. وعبر البحرينيون عن فرحتهم بهذه المبادرة والأجواء الاحتفالية المصاحبة والتي عكست عمق العلاقات الطيبة بين دولة الإمارات وأشقائها. كما شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة مملكة البحرين احتفالاتها بمناسبة العيد الوطني، وأبرزت وسائل الإعلام الإماراتية على مدار الأيام الثلاثة الماضية احتفالات المملكة، وأفردت الصحف الإماراتية صفحات خاصة مشاركة في الاحتفالات. كما احتفلت العديد من الجهات الحكومية بأبناء البحرين القادمين إلى الإمارات واستقبلتهم في المطارات بالورود والأعلام ابتهاجا بمناسبة يوم البحرين الوطني. ورحب فريق العاملين في مطار دبي بالمسافرين على أنغام النشيد الوطني البحريني والأغاني الوطنية في جميع مباني المسافرين بالمطار، كما أقيمت عروض الرقص والموسيقى. كما أقام فريق فرسان الإمارات التابع للقوات المسلحة عروضا جوية مختلفة على كورنيش أبوظبي احتفالا باليوم الوطني البحريني، وقد زين فريق فرسان الإمارات سماء أبوظبي بألوان علم المملكة الأبيض والأحمر. يأتي هذا تأكيدا على العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البحرين والإمارات، التي أثبتت طوال مسيرتها وفي محطات مختلفة تطابق المواقف بين البلدين الشقيقين.